السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا اليوم محاضرتنا إعادة التأهيل القلبي الكارديك ريهابيليتيشن، التقديم الأستاذ الدكتور حكيم الشاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. طبعا احنا بهذا السلايد يأكد على الكارديك ريهابيليتيشن هيستوريكال ان 1930 years patient with myocardial infarction were advised observe 6 weeks of bed rest. Chair therapy was introduced in the 1940 years. يعني بالثلاثينات من هذا القرن صاروا المرضى اللي يعانون من احتشال عضلة القلب هو كان ينصح انه مراقبتهم لمدة 6 أسابيع. بعدين براها بالأربعينيات بدأ تقديم العلاج الكرسي اللي هو تشير ثيرابي، يعني يخلون المريض انه يسمحوا له انه يقعد على الكرسي. بعدين بحلول اوائل الخمسينات اللي ان باي ذا اير 1950 3 تو 5 مينيت اوف ديلي ووكينج واز ادفوكيتد بيجانينج ات 4 ويكس. بحلول أوائل الخمسينات من القرن الماضي تمت الدعوة إلى المشي، يعني بدأوا إنه يقولون الأطباء يقولون للمرضى إنه يمكن إنه يمشون مدة شقد من 3 إلى 5 دقائق يوميا ومدة أربع بيبدأ من 4 أسابيع بعد الاحتشام. Clinician gradually began to recognize that early ambulation avoided many of the complications of bedside of bed rest, including pulmonary embolisms, and that it did not increase the risk. بعدين بدأوا الأطباء بالتدريج يدركون إنه ان التمشي المبكرة او الحركة المبكرة تجنب العديد من مضاعفات الراحة، المضاعفات البيدرس الراحة بالسرير اللي تتضمن البولمناري امبوليزمز بما في ذلك الانسداد الرئوي. وكذلك بدأوا يدركون انه هاي الحركة المبكرة هي ما تزيد من المخاطر. In the 1950 years, Hallstein presented his methodology for the comprehensive rehabilitation of patients recovering from an acute cardiac event. طبعا في الخمسينات من القرن الماضي قدم هذا الطبيب اللي هو هالستين منهجيته لإعادة التأهيل الشامل للمرضى اللي يعانون يتعافون من حالة قلبية حادة. فهي advocated multidisciplinary approach to the rehabilitation program، فدعا إلى اتباع نهج متعدد التخصصات لبرنامج إعادة التأهيل. His approach was adopted by cardiac rehabilitation program throughout the world. طبعا بدأت تبنى منهجه، تم التبني مالت المنهج مالته هذا من قبل برامج إعادة تأهيل القلب في جميع أنحاء العالم.
طبعا بالستينات بدوا يأكدون على تمشي انه 1960 years انه في طريق مبليشن، يعني يأكدون على الحركة المبكرة، اي المشي اللي هو بالفيس الاول بالمرحلة الاولى المشي في المستشفى. بعدين بس 1970 اوت بيشن كارديك ريهابيليتيشن هايلي ستراكشر اي سي جي مونيتورينج ميديكال اون سايد، يعني هنا بالسبعينيات من القرن الماضي بدوا ياكدون على العيادات الخارجيه اللي هي اوت بيشن كارديك ريهابيليتيشن، ولازم يتوفر بها مراقبه عاليه لتخطيط القلب مع اطباء اون ذا سايد. بال 2000 3 داي ام اي ادميتد فوكس اون ريسك ريدكشن، يعني بدوا ياكدون بال 2000 انه ياكدون ان المريض اللي يشخص ام اي واللي ما عنده كومبليكيشن يمكن انه يبقى 3 ايام كافئة بالمستشفى، ويأكدون على التركيز عليه على انه ضرورة انه يقلل من الريسك فاكتور فوكس اون ريسك ريدكشن. طبعا هنا هسه اذا نريد نعرف الكارديك ريهابيليتيشن نقول عليه هو مالتي ديسبليناري مالتي فاستد ابروتش وذ ان اوفر اول الايم اوف امبروفينج ذا شورت تيرم ريكفري اوف بيشن اند انكرجمنت لونج تيرم لايف ستايل تشينجز in relation to adverse risk factor. يعني هو نهج متعدد التخصصات متعدد الأوجه يهدف بصورة عامة إلى تحسين المدى القصير short term وشفاء المرضى والتشجيع and encouragement على حصول تغيرات نمط الحياة على المدى البعيد فيما تتعلق بعوامل الخطر السلبية relation to adverse risk factor عوامل الخطر السلبية اللي هي مثلا احنا وفي عوامل هسه حنتناولها اللي هي مثلا الاوبيسيتي السموكينج الكحوليزم الى اخره. طبعا هذا السلايد يأكد على الستركتشر اوف كارديك ريهابيليتيشن، يعني هيكلية إعادة التأهيل القلبي اللي هو تتضمن فيس 1 اللي فيس 1 اللي هو انبيشن فيرست كونتاكت، يعني انه اللي يصير داخل المستشفى اول ما يقابل النيرس المريض. فيس 2 هو امديت بوست ديسشارج. الفيس 3 يضمن من 4 الى 6 ويك بوست ديسشارج، والفيس 4 اللي هو على المدى البعيد اللي هو اللونج تيرم اون جوينج. طبعا هذا السلايد هو يحكي على الكارديك تيم ذا كارديك ريهابيليتيشن تيم، يتضمن انه كارديك ريهابيليتيشن انفولف لو تيرم كوميتمنت فروم ذا بيشن اند تيم اوف هيلث كير بروفايدر، يعني يضمن اعاده التاهيل القلبي التزام طويل الامد من قبل المريض وفريق مقدم الرعايه الصحيه. ذا كارديك ريهابيليتيشن تيم مي بي انكلود doctor such as family doctor and a heart specialized and surgeon nurses exercise specialized physical and occupation therapies dietitian or nutrition and psychologist or other mental health specialized، يعني يشمل فريق إعادة التأهيل للقلب لأطباء
طبيب الأسرة، أخصائي القلب والجراح والممرضين، وأخصائي التمارين الرياضية، والمعالجين الفيزيائيين، وعندنا الوظيفيين occupation therapist، الدايتيشن، أخصائي التغذية، والأور نيوتريشنز أو إجراءات التغذية، وعلماء والسايكولوجيست اللي هم علماء العلماء النفس أو غيرهم، أور أذر منتال هيلث سبيشالايز أو غيرهم من المتخصصين بالصحة العقلية. طبعا هذا السلايد يأكد على الـ goals of cardiac rehabilitation، أي الأهداف the main goals of cardiac rehabilitation، يعني الأهداف الرئيسية لإعادة تأهيل القلب، هي help patient improve their day to day life، يعني أنه يساعد على تحسين الحياة اليومية للمرضى. And اثنين ان restore the ability to function independently، يعني استعادة القدرة على العمل بشكل مستقل. طبعا هذا السلايد يوضح لنا الكارديك الاهداف السبيسيفيك مالت الكارديك ريهابيليتيشن، سبيسيفيك اوبجيكتيف او كارديك ريهابيليتيشن. يعني الكارديك ريهابيليتيشن يمكن ان يساعد المريض على اولا تو ريكوجنايز الورينج سانس ان سيمبتوم اوف هارت اتاك، يساعد على التعرف على العلامات والاعراض التحذيريه للنوبه القلبيه. مينيمز شورتنس اوف بريثنج ويذ اكسرسايز، يساعد على تقليل من ضيق التنفس ويا الممارسة التمارين الرياضية، وذلك عن طريق زيادة انجريز ان ديو ان ديورنس ليفل اند سترانك، عن طريق بذلك زيادة مستوى التحمل والقوة. Enhance recovery from heart attack or bypass surgery، يعني هنا يعزز الشفاء من النوبة القلبية. Reduce chance of angina and another heart attack or other cardiac problem، يقلل من فرص الإصابة بالذبحة الصدرية أو النوبة القلبية أو المشاكل القلبية الأخرى. Increase a sense of well-being، يعني زيادة الشعور بالرفاهية. and improve weight control، يحسن التحكم في الوزن. and enhance self image، يعني يعزز الصورة الذاتية للمرأة. طبعا هنا هذا السلايد يأكد على من اللي يحضرون برامج التأهيل القلبي. Who should attend a cardiac rehabilitation program؟ الكارديك rehabilitation program appropriate for a wide variety of heart patients، يعني تعد برامج إعادة تأهيل القلب تكون مناسبة مناسبة، اللي هو هاي الكلمة اللي هو appropriate for a wide variety of heart patients، يعني تكون مناسبة لمجموعة متنوعة من مرضى القلب، بما في ذلك include those who have recently had، يعني اللي يتضمنهم ايضا الناس اللي هم هسه، يعني لأولئك الذين عانوا او اتم تشخيصهم، يعني هسه كانت قصه تشخصوا او انهم كانوا مشخصين تم تشخيص اصابتهم، اللي هم المرضى اللي عندهم هارت اتاك
النوبة القلبية، الهارت فيلر، الشيس بين ديو تو كلوش ارتريز، ألم في الصدر بسبب انسداد الشرايين، أو البايباس سيرجري زرع الشعملية اللي عندهم عملية زرع الشرايين، أو اللي عندهم انجوبلاستي أو ستين بليسمنت، هذول اللي يسووا لهم طبعا شبكة بالقسطرة، وأهل البيس ميكر المنيتد اللي عندهم زرع ناظم القلب، أو اللي عندهم كونجنتال هارت ديزيز، أو اللي عندهم بريفرال أرتري ديزيز يعني مرضى الشرايين المحيطية، أو اللي عندهم هارت ترانسبلانت اللي هم زرع المرضى اللي عندهم. طبعا هذا السلايد يحكي على الكونترا انديكيشن تو ثيرابيوتيك ريهابيليتيشن، يعني على موانع إعادة التأهيل العلاجي، من هم اللي لازم ما ناخذهم بالتأهيل العلاجي، اللي هم طبعا الان ستيبل انجينا ان ليفت مين كورناري ارتر ديزيز، يعني الذبحه الصدريه غير مستقره، والمرضى اللي عندهم مرض بالشريان التاجي الايسر الرئيسي. طبعا الاند ستيج كونجستيف هارت فيلر اور سيستماتيك ديزيز اللي هم بالمرحلة النهائية من عجز القلب الاحتقاني، الان ستيبل انجينا اللي عندهم عدم انتظام ضربات القلب، المالجنت هايبرتنشن ارتفاع ضغط الدم الخبيث، والمرضى اللي عندهم اكسبندنج اورتيك انيوريزمز، هذول ايضا مناخذهم اللي عندهم تمدد بالأوعية الدموية الابهرية، اللي عندهم عندنا السربرال نيوريزمز اوف اوف نترا كرينال هومرج، طبعا ايضا هذول مناخذهم اللي عندهم نزف داخل الجمجمة، اللي عندهم عندنا ريزنت اي سيرجري اور ريتينال هيموريج، طبعا اللي عندهم جراحة العيون الحديثة او نزف الشبكية، واللي عندهم عندنا اكيوت اور ان ستيبل موسكولار سكليتا انجري، يعني اللي عندهم اصابات بالجهاز العضلي الهيكلي الحاد وغير المستقرة، اللي عندهم اكيوت سيستماتيك اولنس مثل نيومونيا امراض جهازية حادة مثل ذات الرئة، او اللي عندهم سيفير ديمينشيا اللي عندهم الخرف الشديد، او اضطرابات البيهيفير ديستربنس. In order to guide the patient through the different aspects of cardiac rehabilitation to meet his individual need and to optimize his benefit, risk profile of the patient need to be established through complete physical and mental evaluation down at the initiation of the cardiac rehabilitation program، يعني من اجل توجيه المريض من خلال الجوانب المختلفه لاعاده تاهيل القلب ولتلبيه احتياجاته الفرديه ولتحسين فوائده، فاحنا شو نسوي؟ لازم نسوي له ملف ونكتب بيه بالملف ايش طلعت يعني من المخاطر اللي طلعت من احنا سوينا له التقييم البدني والعقلي الكامل، وهذا يتم اجراءه بداية مرحلة اعادة التأهيل القلبي. طبعا هذا السلايد انه يوضح الجول، يعني الهدف
الهدف من البيشن اسسمنت، ما زلنا احنا تحت هذا العنوان، انه the goal is to ensure safe environment، يعني هنا هو ضمان بيئة امنة للمريض، و two viability patient care with minimal risk، يعني هنا وتسير رعاية المريض بأقل قدر من المخاطر. هذا الـ evaluation يعني التقويم will be help، إنه حيساعد set the goal of cardiac rehabilitation for the patient، سيساعد هذا التقويم في تحديد أهداف إعادة تأهيل القلب للمريض. ف before the exercise training symptom limited exercises is under talking for prognostic diagnosis therapeutic purposes، يعني هنا قبل التمارين يتم اجراء اختبار تمرين للمحدود الاختبار، قبل إجراء التمارين يتم إجراء اختبار تمريني محدود الأعراض لأغراض شنو، إنه نشوف أما لأغراض تشخيصية أو لأغراض علاجية. At the end of the participation في نهاية المشاركة بعض السام سنتر روتيني بيرفورم انذر ايفالويشن، بعض المراكز تسوي ايضا تقوم باجراء تقويم اخر. ليش هذا تسويه؟ حتى تعرف اذا كان the goal have been met and find a way to ensure continuation progresses in the long term، يعني هنا حتى يعني من تقوم بعض المراكز بشكل روتيني باجراء تقويم اخر للتحقق فيما اذا كانت هاي الاهداف اللي تحققت، if the goal has been met تحققت، وايجاد طرق بحيث لضمان انه to ensure continuation of progress in the long term، لضمان استمرار تقدم المريض على المدى البعيد. طبعا هذا السلايد يوضح لنا عندنا الكارديك ريهابيليتيشن كومباوند، يعني مكونات إعادة تأهيل القلب، اللي هو يشمل طبعا كومبريهانسيف لانج تيرم سيرفيسز، يعني خدمات شاملة طويلة الأمد، واللي تشمل شنو؟ الميديكال ايفالويشن، التقويم الطبي، وبريسكرايبد اكسرسايز، التمارين الموصوفة من قبل الطبيب، والكارديك ريسك فاكتور موديفيكيشن، تعديل العوامل الخطورة، والإدوكيشن اند الكونسلنج، التثقيف والإرشاد، والريهابيليتيشن بروجرام انكلود اكسرسايز تريننج إدوكيشن اون هارت هيلثي ليفينج اند كونسلنج to reduce stress and help return to an active life، يعني تشمل برامج إعادة التأهيل اللي هو التدريب على التمارين والتثقيف حول الحياة الصحية للقلب، وتقديم المشورة لتقليل التوتر طبعا هذا السلايد يحكي على الميتابوليك اكويفالنت تيست اللي هو METS، طبعا هذا هو بالعربي يسموه المكافئ الايضي. Are a common way to measure the workload of various activities on the cardiovascular and pulmonary system، يعني هو طريقة شائعة لقياس عبء، يقيس عبء العمل
للأنشطة المختلفة على جهاز القلب والأوعية الدموية وعلى الجهاز الرئوي. وهذا الترم is frequent use for the rehabilitation and pulmonary and cardiovascular patient. It is also used to measure the aerobic exercise ability and performance of healthy individual who are participating in an exercise or program for endurance training. طبعا كذلك انه يستخدم هذا المصطلح بشكل متكرر بالرهابيليتيشن، إعادة التأهيل لمرضى القلب والأوعية الدموية ولمرضى لمرضى الرئتين. طبعا it is also أيضا أنه يستخدم لقياس قدرة التمارين الهوائية، يعني هنا عندنا used to measure the aerobic exercise ability، قدرة التمارين الهوائية وإداء الأفراد اللي شاركوا بالبرنامج حتى نشوف مدى تحملهم for endurance training، يعني انه لتدريب التحمل حتى نشوف مدى تحملهم للتدريب. طبعا the formula of metabolic equivalent test طبعا هو 1 metabolic equivalent test يساوي 3.5 ml أكسجين لكل جرام بودي ويت يعني 1 معناته انه 1 metabolic equivalent test is defined as the amount of oxygen consumed while sitting at the rest and is equal to 3.5 ml oxygen per kilogram body weight in 1 minute. يعني معناته انه هذا المكافئ الايضي يمكن انه اذا نريد نعرف على انه كمية الاكسجين المستهلكة اثناء الجلوس في حالة الراحة يكون يساوي 3.5 ml من الاكسجين لكل كيلو غرام من وزن الجسم في الدقيقة. طبعا اما في حالة انه الكلامينج فات اوف ستيرز از اكوال تو 3.5 to 4 metabolic equivalent test. طبعا انه اذا واحد يصعب على الدرج فصير هذا المكافئ ايضي يصير بما يساوي من 3.5 إلى 4. وفي حالة عندنا الجماع الجنسي sexual intercourse with one's usual partner in comfortable position and surrounding is usually equal to about 3.5 to 4 meters of energy requirement. يعني أما في حالة أنه الجماع الجنسي مع الشريك المعتاد في وضع مريح فالطاقة اللي تستهلك هي من 3.5 إلى 4 من متطلبات الطاقة. أما الشخص القاعد السيدنتري adult should be able to perform at least 10 METS
اللي هو ميتابوليك اكويفالنت تيست اوف ورك. يعني اما الشخص القاعد سيدنتري يعني القاعد يعني هذا انه يكون قادر على اداء ما لا يقل عن 10 متر اوف ورك من العمل. طبعا هذا السلايد يحكي على الاكسرسايز التمارين. يقول أن exercise or stress test is used to measure a person's ability to perform the work with the use of a treadmill or a geometric bike. The workload is changed every few minutes according to one of the several accepted protocol available of the purposes. طبعا يتم استخدام التمارين او اختبار الجهد لقياس قدرة الشخص على اداء العمل باستخدام جهاز مالت المشي او باستخدام الدراجة. طبعا انه من واحد يبذل جهد شحال يتغير عبل العمل يعني مالت القلب فكل بضع دقائق. هذا وفق شنو اللي هو لأحد according to one of the several accepted protocol وفق لواحد من البروتوكولات هواية انه سوت هذا يعني عملت بهذا المجال. فايش بروتوكول كل واحد من هذين البروتوكول شيء انهم ايش بروتوكول ستيج از approximately equal to started number of meter beside on research. يعني انه هذه كل مرحلة مالت البروتوكول هي تكون متساوية تقريبا إلى عدد من الميتا من هذا المكافئ الأيضي استنادا إلى البحوث. يعني هذه الأرقام جتي مو جتي شعبط وإنما استناد إلى البحوث. This meter number are approximately the average energy expenditure measured by testing the oxygen content of the air expired by the subject during the test and using weight of the persons. يعني هنا يقول هذه الأرقام مالت المكافئ الأيضي هي تقريبا يمكن انه اذا نقول عليها تقريبا هو متوسط انفاق the average energy expenditure يعني متوسط انفاق الطاقة ويتم قياسه عن طريق by testing the oxygen content عن طريق اختبار محتوى الأكسجين في الهواء الذي انتهت صلاحيته of the air expired by the subjected من قبل الشخص during the test and using the weight of the persons. يعني من يعني يتم قياسه هذا الميتا شنو هو عن طريق انه نختبر محتوى الاكسجين لهذا انتهى صلاحية عند الشخص هذا اللي يمارس التمارين و او عن طريق هذا الشخص اثناء الاختبار وباستخدام.
طبعا هذا السلايد قاعد يحكي على المراحل ماتر هايبليتيشن اللي احنا حنبدي بيها بالمرحلة الأولى اللي هي انبيشن كارديك رايبليتيشن برنسبل، يعني إعادة التأهيل القلب اللي في المستشفى. الهدف من عنده هو انه نورمال كارديو فاسكولار ريسبونس تو تشينج ان بوزيشن اند اكتيفيتي ديلي ليفينج. يعني هنا الهدف من عنده يعني هو استجابة القلب والأوعية الدموية للتغيرات أو بالموضع أو نمط الحياة، وبحيث إحنا نحاول إنه نوصل المريض إلى إنه إلى مستوى من المكافئ الأيضي يصل إلى من ثلاثة إلى 400 activity level by discharge عند خروجه من المستشفى. طبعا هذا السلايد يحكي على الميجر اوبجكتيف اوف فيس 1 انكلود بيشن اند فاميلي ايدوكيشن. بيشن اند فاميلي ايدوكيشن انفولد ميتينج ريسك موديفيكيشن بروجرام افتر ذا بيشنت بيرسونال اند فاميلي ريسك هاف بين ايدنتيفايد. يعني تثقيف المريض والأسرة، وهذا يضم تثقيف المريض والأسرة انه تنفيذ برنامج طبعا تنفيذ برنامج، هذا البرنامج يكون يعدل يعني هنا نباعو ريسك موديفيكيشن بروجرام، يعدل المخاطر بعد تحديدها. After the patient, personal and family risk have been identified. يعني يعرف هذا البرنامج شنو يسوي modification risk factor بعد ما يعرفها. زين. Phase one education can impact them in a positive manner by changing their behavior and modify their cardiac risk factor. يمكن أيضا أنه بالمرحلة الأولى قد يأثر التعليم بالمرحلة الأولى بطريقة إيجابية positive minor من خلال تغيير by changing their behavior سلوكهم وتعديل modifying their cardiac risk factor. طبعا هذا السلايد يوضح طبعا البرنامج اللي حيطنطي شنو البرنامج اللي حينطي للمريض ولأسرته. The patient and family education program should be include discussion on dietary changes for health eating. يعني انه لازم يتضمن برنامج تثقيف المريض والأسرة مناقشات حول التغييرات الغذائية للأكلات الصحية و stress reduction طبعا الحد من التوتر و determining what activity are safe to do at home and تحديد الأنشطة الآمنة للقيام بها في المنزل و smoking cessation الإخلاء عن التدخين و sexual activity safe for the patient طبعا النشاط الجنسي الآمن للمريض وزوجته، وعلى المدى البعيد long term management of hyperlipidemia and blood pressure reduction على المدى البعيد تنطي إلى التدابير العلاج لفرض شحميات الدم الهايبرليبيديميا ولتنخفض ضغط الدم. طبعا بهذا السلايد انه يوضح لنا شلون احنا نمنع الاثار الضاره بريفينتينج ديليتريس افكت اوف بيد ريست، يعني منع الاثار الضاره اللي هي في الفراش. هذا this wall involve
mobilizing the patients as soon as they become medically stable. يعني هذا انه شنو يقول؟ يقول احنا طبعا احنا حنيجي على المريض نحركه بمجرد ما انه راسا اول ما يصير ستيبل، اول ما يصير ميديكال طبيا يعني حالته مستقره. فذيس ويل involve a low level walking problem that will prevent a problem of best rest muscle atrophy and blood clot formation pneumonia and general lethargy. طبعا هذا انه برنامج هنسوي وياه برنامج ماشي منخفض المستوى اللي هذا حيمنع مشاكل الفراش اللي تضمن ضمور العضلات وتكون الجلطات والالتهابات الدمو والالتهابات يعني بلاد كلوت ونيمونيا والخمول العام الليثرجي. The patient is being prepared to return to home with eventual goal of returning to work or to the normal activity of daily living that the patient was engaged in before they sustained their myocardial infarction. يعني هنا ايضا يهدف انه حتى نعود المريض الى انه يرجع للعمل وللانشطه العاديه للحياه اليوميه اللي كان المريض يشارك بها قبل ما ينصاب بالجلطه القلبيه. طبعا هذا السلايد انه يحكي على سيف ديسشارج تو هوم، لان احنا مثل ما قلنا انه المرحله الاولى مالت الريهابيليتيشن اللي هو انبيشن ريهابيليتيشن، فيهدف الى شنو؟ انه يطلع المريض امن من المستشفى، سيف ديسشارج تو هوم. فبهذا الفيس شنو؟ انه صمم الفيس 1 از ديزاين تو اسيست ذا بيشن ايبلتي، صممت هاي المرحلة الأولى حتى لتقييم قدرة المريض بالعودة على العودة إلى المنزل to assess the patient's ability to return home with enough physical stamina يعني to conduct their activity of daily living in a safe manner يعني مع قدرة بدنية كافية على تحمل الممارسات والأنشطة اليومية بطريقة آمنة. وهذا الاسسمنت التقييم هو كلش مهم يعتبر for the patients for the family for the physician يعني للمريض وللأسرة وللطبيب المعالج. طبعا هذا السلايد يوضح انه phase 1 يمكن ان نعتبره preventive and diagnostic. انه preventive in the sense that most cases the patient is medically stable at discharge. طبعا انه من المفترض انه يكون وقائي، بمعنى انه في معظم الحالات يكون المريض مستقرا طبيا عند خروجه. And the physician want to clear understand at what level of the patient will function at home. لأنه الطبيب يريد يفهم بوضوح إلى أي مستوى سيعمل المريض في المنزل. Therefore, phase 1 will be determine the activity daily living level at which the patient is expected to function.
لذلك المرحلة الأولى ستحدد مستوى نمط الحياة الأكتيفيتي ديلي ليفينج الذي من المتوقع أن يعمل المريض عند خروجه من المستشفى. The patient should understand what activities are safe and which activities should be avoided for the next several weeks. يعني لازم أنه يجب أنه على المريض أن يفهم ما هي الأنشطة الآمنة وما هي الأنشطة التي يجب أن يتجنبها خلال الأسابيع العديد القادمة. طبعا احنا مثل ما قلنا قبل شوية انه الفيس 1 قد يصير بريفنتيف وهو ايضا نفس الوقت دايجنوستيك. هسه الفيس 1 اذا كان دايجنوستيك فيس 1 is meant to be diagnostic يعني من المفترض ان تكون المرحله الاولى تشخيصيه. ليش؟ لانه because most of patients will be required to submit to a low level graded exercise test either at the discharge or within 2 weeks after discharge from the hospital. يعني انه لانه معظم المرضى انه لازم نسوي لهم اختبار التمارين المتدرجة اللي هي مستوى ذات مستوى منخفض. وهذا التمرين لازم نسوي له أما عند خروج المريض من المستشفى أو بعد أسبوعين من خروجه. فهنا بهذا التمرين انه the physician will be assess the heart rate and the blood pressure response to the exercise. يعني احنا لما نتعرض لهذا التمرين صحيح تمرين رياضي ومستوى ذات مستوى منخفض لكن احنا حنشوف هذا نسوي assess للheart rate المعدل ضربات القلب نسوي assess للblood pressure response نشوف استجابات ضغط الدم لهذا الاختبار وعنده and will be recorded at what point during the test and the patient stated that they have symptoms as a result of the exercise intensity. ويمكن انه نعين عند انه يا نقطة شو وقت وبدأ المريض يعاني من اعراض اللي هي اللي تخص الضغط الصدر chest pressure or chest pain or numbness التنمل او الوغس التنجلينج extremities يعني التنمل والوغس في الأطراف وضيق النفس short of breathing fatigue dizziness by وذلك من خلال معرفة وقت الظهور by knowing when symptom of cardiac ischemia occur من خلال معرفة وقت ظهور أعراض نقص التروية. طبعا احنا هذا الاستاذ شي يوضح انه فائدة هذه التمرين الرياضي اللي يسويه المريض التمرين الرياضي المنخفض السعة الحدة اللي يسويه المريض قبل ما يطلع للبيت. فائدته انه تمكن الفيزيشن كان بي سي ذا ميتابوليك اكويفالنت تيست يعني يتمكن المريض من أن يحدد المكافأة الأيضي للمريض ويعني مستوى which this the patient activities at the home should not excess. وطبعا منحدد مستوى المكافأة الأيضي اللي يجب أنه ما يتجاوز نشاطات هذا المريض في المنزل. فعندنا الميتا فاليوز
of the most activity daily living have been determined. يعني انه حتتحدد اذا احنا حددنا المكافئ الايضي للمريض قبل ما يطلع فحنقدر نحدد الاكتيفيتي ما نمط الحياة مالت المريض بعد خروجه. وهذا يتم من خلال knowing what the maximum meet at which the patient can responsibly work at the home. طبعا يتم هذا من خلال معرفة الحد الأقصى من المكافئ الأيضي اللي يمكن للمريض أن يعمله بشكل معقول في المنزل. That and can be can be can assure that the activity daily living are appropriate for the patient's disease condition. ويمكن انه يضمن انه الاكتيفيتي ديلي ليفينج اللي هو نمط الحياة اللي حيمارسها المريض بحيث تكون مناسبة لحالة مرض المريض. وطبعا هذا يصير انه بعد اجراء after the low level graded exercise test have been performing. هذا يصير بعد انه اجراء التمارين الرياضية المنخفضة الحدة قبل خروجه من المستشفى. اللي في بعدين براها انه ستبدأ المرحلة الثانية and the patient discharge home phase 2 cardiac rehabilitation will be shortly commands. يعني تبدي المرحلة طبعا الاكسرسايز ممارسة التمارين الرياضية the cardiac rehabilitation program is managed by an exercise physiologist in an equipment gymnasium setting especially tolerated exercise are prescribed with client encouraged to work within their limitations. طبعا هنا يتم إدارة برنامج إعادة تأهيل القلب من قبل اختصاص فيزيولوجي تمارين رياضية يصير في صالة العملية في صالة الألعاب الرياضية. وإنه يتم وصف التدريبات يعني هنا بعد الإكسرسايز آر بريسكرايبت يعني يتم وصف التمارين هذه للعملاء مع تشجيع العملاء على العمل بها بس ضمن حدود with the client encouraged to work within their limitation. The program follow standards form encompassing يعني انه يتبع البرنامج تنسيقا موحد يشمل الورم اب الاورب اكسرسايز الكول داون يعني يشمل يشمل الاحماء والتمارين الهوائيه والتبريد كما انه قد يشمل maybe concerns of virus activities يعني يمكن ان يشمل فعاليات اخرى هذه وانشطه مختلفه تستخدم مجموعه من الالات تقوية utilize range of strength machine آلات التقوية والorbit condition rights يعني إنه وأجهزة التكييف الهوائية مثل على سبيل المثال عندنا تمارين التريدمال الحزام وتمارين عندنا البايسيكل إكسرسايز وستريتشنج and strengthening exercise are also in incorporated into session. يعني هاي تمارين عندنا الإطالة والتقوية يتم أيضا في الجلسات. At
to whom program is provided where appropriate. يعني يمكن انه نوفر برنامج منزلي عند الاقتضاء الحاجة. طبعا هذا السلايد يوضح هو في المرحلة الثانية من إعادة التأهيل القلب اللي هو الفيس 2 cardiac rehabilitation. It is the next extension of the cardiac rehabilitation. يعني هو امتداد لإعادة التأهيل القلبي. It begins a few days after discharge from the hospital. يعني يبدي بعد أيام قليلة من خروج المريض من المستشفى. والفيس 2 is a supervisor and monitoring outpatient program. يعني إذا إحنا نريد نعتبر إنه الفيس 2 أي المرحلة الثانية نعتبره هو عبارة عن برنامج للمرضى الخارجين ويكون خاضع للإشراف والمراقبة المريض. طبعا هذا السلايد هو يحكي على goals and purpose of phase 2. يعني اهداف المرحلة الثانية اهدافها هو انه to give the patient a safe and monitor environment for exercise. طبعا انه هي هذه المرحلة هي تمنح للمريض بيئة امنة ومراقبة لممارسة التمارين الرياضية. فصير مراقبة monitoring concerns of measurement the patient's blood pressure. المراقبة شو تصير؟ تصير للبلاد بريشر، للهارت ريت، للاي سي جي، للهارت ساوند، اللانج ساوند. And it is important to monitor the patient's subjective symptom. And كذلك من ضروري جدا انه نراقب ايضا الاعراض الذاتية للمريض. مثلا اذا كان المريض صار عنده فتيك، اذا صار عنده chest pain، اذا صار عنده short of breathing، فهي كلها ايضا نراقبها بهذه المرحلة. طبعا هاي المرحلة وبهاي المرحلة يصير increase the patient exercise work capacity. يعني نزيد قدرة المريض على ممارسة التمارين الرياضية. This is one of the main goals of the phase 2. هذا هو أهم هدف في المرحلة الثانية. must be done in an orderly progressive fashion. يعني يجب أن يتم أنه أن يكون لدى طبعا أن يتم هذا الهدف تحقيقه بطريقة تدريجية ومنظمة. بهذه المرحلة أيضا يتم teach the patient to monitor himself or herself during an exercise period. يعني نعلم المريض شلون يراقب نفسه أثناء ممارسة التمارين الرياضية. وهذه تعتبر it is very important that the patient have a very good understanding of how hard to exercise when they are not in your phase 2 program. طبعا تعتبر هذا من المهم جدا أن يكون لدى المريض فهم جيدا لمدى صعوبة of how hard to exercise لمدى صعوبة ممارسة التمارين الرياضية ومن يكون when there are not in your phase 2 program عندما يكون في برنامج المرحلة الثانية الخاصة به. طبعا هذا السلايد يوضح لنا انه من اهداف المرحلة الثانية هو relief fear and anxiety تخفيف الخوف والقلق. فالفيس 1 is an approach unity to reassure the patient that they can still have a high quality of life.
يعني بهاي المرحلة الثانية هي فرصة لطمئنة المريض بأنه ما يزال بإمكان التمتع بهاي quality of life، نوعية حياة عالية، إذا مارس بشرط if they exercise properly following the counsel they have received during the educational session of phase 1 and phase 2. بشرط إذا كان إذا مارس الرياضة بشكل صحيح بعد الاستشارة اللي تلقاها خلال الجلسات التعليمية للمرحلة الأولى والثانية، فيكون عنده they may have reason to feel good about their future. فحيصير عنده شعور بالرضا عن المستقبل. بهاي المرحلة أيضا نأكد للمريض على الـ patient education continuous in phase 2، يعني هو مستمر، أنه تثقيف المريض يستمر as an extension of what was discussed in phase 1، يعني كامتداد للمرحلة الأولى. المواضيع اللي يتناولها أنه risk factor modification، شلون يسوي تعديلات بالريسك فاكتور، شلون يعالج ستريس، التدابير حول الستريس، ستريس مانجمنت، يعني الدايتري موديفيكيشن، يعني شلون انه طبعا التعديلات الغذائيه لتلور فات انتك حتى يقلل من تناول الدهون، والاقلاع عن التدخين سموكن سيسيشن، والاناتومي اوف ذا هارت، وتشريح القلب، والسيكشوال اكتيفيتي، والنشاط الجنسي، والادويه القلب الكارديك ميديكيشن، اند وات دو يو دو وين يو فيل سيبتوم، بعدين نعلمه شو يسوي لما تظهر عند الأعراض. طبعا هذا السلايد احنا وصلنا بالفيس 3 اللي هو المرحلة الثالثة من كارديك ريهابيليتيشن. البروجرام هذا يجري ستارت يبدأ من 6 إلى 8 ويك افتر هارت اتاك، بعد حصول من النوبة القلبية، او 12 او 12 ويك افتر كارديك سيرجري اور اذر انترفينشن، اور لاست فور 12 ويكس. طبعا هو اوفر اف ذا بيشن نيد مور سبورت than they may remain in phase 3 for longer. مع ذلك إذا احتاج المرضى إلى مزيد من الدعم قد يظلون بهذه المرحلة لمدة أطول. طبعا هذا السلايد يوضح الفيس الثالث الـ outcome from phase 3، يعني نتائج المرحلة الثالثة، انه لازم الفاكشنال كاباسيتي جولز مور ذان 8 متر، اكثر من المكافئ الايضي بثمان مرات، اور اثنين في الانرجي ريكويرمنت اوف ورك تريننج افكت اكسبكتد، او يكون اكثر من او اثنين من متطلبات الطاقه في العمل. طبعا بهذا انه يعني بهذا في بهاي المرحلة المفروض ما تظهر السان سيبتم عند المريض، نو كارديك سيبتم، الاي سي جي مونيتورينج هابن كويشنري، يعني مراقبة تخطيط القلب في بعض الأحيان الراقبة، أور وين إنكريز أكتيفيتي باراميترز بيشن ليرن سيلف مونيتورينج أوف هارت ريت أند سيبتم، أو لما عند زيادة النشاطات فإحنا نعلم المريض شلون يراقب الهارت ريت مالته وشلون والسيفتم. طبعا هذا السلايد يوضح لنا عندنا الكارديك ريهابيليتيشن فيس 4،
يعني المرحلة الثالثة من الكارديك ريهابيليتيشن، واللي هي تضمن هاي النقاط الرئيسية اللي هو أن سوبرفايزر بروجرام كوميونيتي بيست أند مانجمنت. طبعا the core components are المكونات الأساسية بالرهابيليتيشن اللي نأكد عليها، هي أول شيء عندنا اللايف ستايل لازم يصير تشينج بي، فإحنا نأكد على الفيزيكال اكتيفيتي أند اكسرسايز، الدايت أند ويت مانجمنت، سموكينج سيسيشن، education، ريسك فاكتور مانجمنت، سايكو سوشيال، كارديو بروديكتيف، دراج ثيرابي اند امبلنتبل ديفايسز، لونج تيرم مانجمنت استراتيجي. هاي الشغلات احنا ناكد عليها باللايف ستايل. طبعا من ضمن الشغلات اللي احنا ناكد عليها بالكارديك ريهابيليتيشن هو اللايف ستايل، يتمثل ممارسة الاكسرسايز اند الفيزيكال اكتيفيتي كوبلد وذ هيلثي دايت اند اوفيدنس اوف ذا اوبيستي اند سموكينج ريبريزنت فور لايف ستايل ذات از سترونجلي اسوشيتد وذ جود كارديو فاسكولار هيلث. طبعا تتمثل ممارسه التمارين الرياضيه والنشاط البدني الى جانب اتباع نظام غذائي وتجنب السمنه والتدخين، وهذا نمط الحياه هو يكون مرتبط ارتباط وثيقا بصحه القلب. باعوا اللايف ستايل ذات از سترونجلي اسوشيتد وذ جود كارديو فاسكولار هيلث. طبعا النقطة الثانية اللي احنا نأكد عليها بالرهابيليتيشن هو الفيزيكال اكتيفيتي اند الاكسرسايز، النشاط البدني والتمارين الرياضية. فالكارديو اعادة التأهيل لازم يتضمن ما الشغلات التالية، يتضمن اول شيء انه ريسك ستارتفيكيشن، يعني تصنيف عوامل الخطورة، and baseline assessment of physical activity status and exercise of functional capacity، وايضا يضمن تقييم اللي هو الحالة، خط أساسي لحالة النشاط البدني والتمارين والقدرة الوظيفية للمريض، أو هذا يتحدد بما يلي: This will be determined the appropriate، يتحدد بما يلي. أول شيء عندنا بالprescription يعني الوصف اللي نوصف ياله، والستافينج ليفل اند سكيل، مستويات التوظيف والمهارات اللي هي بما يشملها، انكلود انديكيشن فور ليفل اوف ريسيتيشن تريننج، بما فذلك الاشاره الى مستويات التدريب على الانعاش، وجوز اوف فانيو اللي نختار المكان اللي احنا، قد يكون هذا المكان اما البيت او المنزل او قد يكون المجتمع او قد يكون المستشفى الهوسبيتال. يوز اوف بيست براكتس ستاندر اند جايد لاين فور اكسرسايز اند فيزيكال اكتيفيتي بريسكريبشن، يعني استخدام أفضل المعايير والمبادئ التوجيهية لممارسة التمارين والنشاط البدني. طبعا احنا بالكارديك ريهابيليتيشن حنتكلم على الدايت وعلى الويت مانجمنت. فاذا الكارديك ريهابيليتيشن بهذا السلايد انه يقول كارديك ريهابيليتيشن شود بي انكلود، اول شيء احنا لازم نسوي اسسمنت للبودي ماس اندكس عند الويست سيركمفيرنس
اللي يعني ان هذا نقيم مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، وبعدين نقيم assessment of dietary habits، يعني نقيم العادات الغذائية حتى لتحديد to determine appropriate intervention، حتى نحدد التدخل المناسب. We use of best practice standards and guidelines for dietary prescription and weight management، واستخدام أفضل المعايير والمبادئ التوجيهية للوصفات الغذائية والتدابير الوزن، يعني شلون إنه نخليه يحافظ على الوزن مالته. طبعا إنه إحنا مثل ما قلنا بالسلايدات السابقة إنه الكارديك ريهابيليتيشن يضمن السموكينج سيسيشن اللي هو الإقلاع عن التدخين. فالإقلاع عن التدخين إذا نريد إحنا نقول عليه هو stopping smoking is essential individual are taking the most from their rehabilitation، يعد الإقلاع عن التدخين أمر ضروري إذا كانوا الأفراد، إذا إحنا نريد نحقق، إذا كانوا الأفراد يريدون يحققون استفادة من الريهابيليتيشن فلازم يقلعون عن التدخين. والمساعدة help tower، يعني إحنا لازم نساعدهم لنحقق هذا الهدف. help tower achieving this aim is now available. And بعدين ويجب بذل كل جهد and should be made to achieve this aim، يعني بذل every effort should be made to achieve this aim، يعني بذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف. والكارديك ريهابيليتيشن حيتضمن أول شيء إنه نسوي تقييم of willingness to stop smoking، نقيم الاستعداد مالتهم للإقلاع عن التدخين، والاعتماد أن كوتين ديبندس، وبعدين نسوي لهم عندنا استشارات الإقلاع عن التدخين consulting to stop smoking and access to smoking cessation services، والحصول على خدمات الإقلاع عن التدخين. وبالإضافة إلى هذا الفارماكولوجيكال سبورت إلى الدعم الدوائي. طبعا إحنا الكارديك ريهابيليتيشن مثل ما قلنا بالاستعدادات السابقة حيضمن الإدوكيشن. هنا حنحكي على هذا السلايد، يقول إنه الإدوكيشنال كومبوننت، إنه مكونات الإدوكيشن should be delivered using high quality teaching method، يعني إنه المكون التعليمي لازم يكون قصير باستخدام طرق تدريسية عالية الجودة مع with the best available resources، مع أفضل الموارد المتاحة حتى نمكن الأفراد to enable individuals to learn about their condition and management، حتى يتمكن الأفراد من التعرف على حالتهم وكيف يعالجوها بنفسهم. طبعا ويجب أن تشمل أيضا الكارديك ريهابيليتيشن إدوكيشن، لازم تشمل الشغلات التالية. أول شيء إنه attention to the common helpful belief and misconception about cardiac illness that lead to increased disable، يعني الاهتمام بالمعتقدات الغير مفيدة والمفاهيم الخاطئة حول أمراض القلب اللي تؤدي إلى زيادة الإعاقة. ثاني شيء إنه لازم يضمن التعليم البايتوفيزيولوجي، يعني نعلمهم على الحالة المرضية مالت المريض، نعلم على السانسبتم مالت،
طبعا من الشغلات اللي احنا ناكد عليها بالكارديك ريهابيليتيشن بالاضافه للفيزيكال اكتيفيتي والسموكينج والدايت، حناكد على اذر ريس فاكتور، ناكد على البلاد بريشر، الليبيد، الكليكوز، السايكولوجيكال ايشيو، الاكوبيشنال فاكتور، السيكشوال ديسفاكشن، الفارماكولوجيك السيرجيكال انترفينشن اند ديفايسز والكارديو بولمناري ريستيشن. طبعا بهذا السلايد احنا الريسك فاكتور مانجمنت، طبعا احنا مثل ما نعرف ان السلايدات السابقه انه واحد من الكارديك من الكومباوند اوف ذا كارديك ريهابيليتيشن، يعني من مكونات الكارديك ريهابيليتيشن، ويأكد على الريسك فاكتور. فاحنا بالكارديك ريهابيليتيشن لازم شو نسوي؟ نسوي اسيس اند مونيتور ذا كنترول اوف ذا ريسك فاكتور، يعني لازم احنا نقيم ونراقب التحكم في عوامل الخطوره، وخصوصا البلاد بريشر، الليبيد، الكلوكوز ليفل، ومانيتين جايد لاين ليفل اوف بلاد بريشر كلوكوز از اولسو امبورتنت فور سيف اكسرسايز. الحفاظ على هاي المستويات الارشاديه فيما يخص الضغط والكليكوز هاي تعتبر هي بسيط بالاكسرسايز. وطبعا الشغلات اللي احنا نركز عليها البلاد بريشر لورينج ثيرابي والليبيد لورينج ثيرابي والكليكوز لورينج ثيرابي. طبعا هذا السلايد يحكي على السايكولوجيكال ستاتس اند الكواليتي اوف لايف. الانزايتي اند ديبريشن اف نوت تريتد اور مانج ليد تو بور كارديك ريهابيليتيشن اوت كام. اذا طبعا القلق والاكتئاب اذا لم يتعالج فحيقود الى يعني حاله سيئه لا نتائج سيئه بالكارديك ريهابيليتيشن. طبعا انه الكارديك ريهابيليتيشن مثل ما تعرفون انه هو ديليفر باي ذا كور تيم، يعني هو يقدم الفريق الاساسي اللي هو انه الهدف مالته كان بي امبروف سايكولوجيكال ويل بينج، يعني لتحسين الرفاهيه النفسيه للمرضى. اند ات از امبورتنت تو سكرين اول ذا بيشنت فور كلينيكال ليفل اوف انزايتي اند ديبريشن. ومن المهم جدا انه يتم فحص جميع المرضى بحثا عن المستويات القلق والكآبة والبروبلم اللي لها علاقة بالكواليتي اوف لايف. اند سام ويل بي ريكواير سبيسيفيك بروفيشنال ديليفر سايكولوجيكال انترفينشن، يعني البعض قد يحتاج الى تداخلات نفسيه مهنيه محدده من اجل الاستفاده، والبعض قد يحتاج انه يسمون discussion of the social benefit مناقشات على الاحتياجات الاجتماعيه، وقد يحتاجون الى discussion of functional aim مناقشات حول الاهداف المهنيه. طبعا بهذا السلايد يبين لنا انه الكارديك ريهابيليتيشن يتضمن فاليد سايكولوجيكال اسسمنت، يعني يسوى اسسمنت للمرضى اللي هم بالكارديك ريهابيليتيشن، ومن ناحيه عندنا الانزايتي والديبريشن وتنقاس بمقاييس عالميه، وكذلك انه بالكارديك ريهابيليتيشن اكو بي نظام احاله اذا في حاله انه شفنا اكو بس ليفل اوف انزايتي اند ديبريشن يمكن نحيله للاخصائيين، وكذلك اذا لاحظنا انه عند المرضى صار سانز اوف سايكولوجيكال انس من
يعني من المرض، علامات مالت المرض النفسي، فبالإمكان أنه يتم إحالتهم. وكذلك بالكارديك ريهابيليتيشن يتم عمل تقييم أسسمنت للكواليتي أوف لايف باستخدام مقاييس عالمية، وحتى نتابع حالة المريض ونشوف شنو تأثير هذا البرنامج مالتنا على المريض، ونسوي له أيضا أسسمنت للسلف مانجمنت استراتيجي، نشوف إيش قد المريض قدر إنه يعالج نفسه، ونسوي أيضا أسسمنت للستريس أورنس، ونشوف شلون شنية ونقيم شلون إنه ده يعتني هذا المريض، evaluated للستريس مانجمنت أبروتش نسوي. طبعا هذا السلايد يوضح لنا عندنا الكارديو بروتكتيف دراج ثيرابي اند امبلنتبل ديفايسز. طبعا الكارديو بروتكتيف دراج ثيرابي ذا يوز اوف كارديو بروتكتيف دراج ثيرابي از ان امبورتنت ان ذا مانجمنت اوف كارديك كونديشن. طبعا هو يتعد استخدام الادويه الواقيه للقلب امر مهم في علاج حالات القلب، وخاصة special so as part of the preparation for physical activity and exercise program، وخاصة هو يعتبر كجزء من التحضير للنشاط البدني وبرامج التمارين الرياضية. طبعا هذه مجموعة من المجاميع مالت الدراكس اللي يستخدمها المريض، قد يستخدم الانتبليتري ثيرابي، بيتا بلوكر، انجوتنسن ريسبتر بلوكر، كالسيوم شانل بلوك، انتي كوغلين دايريتيك. طبعا هذا السلايد يوضح الريهابيليتيشن للمرضى اللي عندهم جهاز مزروع مثل ناظم القلب امبلمنتبل ديفايس. فالكارديك ريهابيليتيشن حيتضمن عندنا اب تو ديت انفورميشن فور بيشن اند كارديك ريهابيليتيشن ستاف اون ديفايسز بارومتر اند اسوشيتد هارت ريت، يعني تضمن انه معلومات لازم تصير محدثة للمرضى وللعاملين، العاملين دخلوهم دورات حولها معلومات على الجهاز ومعدل ضربات القلب المرتبطة به، والارثم كنترول ميديكيشن والادوية التحكم بضربات القلب، وقد يسوى هذا عندنا ريفيرال بروتوكول تو سبيشال cardiac service for support as required، واحتمال يسوى إحالة إلى خدمات القلب المتخصصة للحصول على الدعم، وهذا يصير عند الحاجة. طبعا وصلنا إلى long term management اللي هو المرحلة الأخيرة من cardiac rehabilitation، وهذا يضمن جانبين two aspects to long term management. أول شيء إنه involving the individual patient responsibility، يعني واحد ينطوي على مسؤوليات المريض الفردية، والآخر and the other involving the contribution of the healthcare profession and collaboration between the primary and secondary care services، والآخر يشمل استمرار تقديم الرعاية الصحية بعد التعاون بين الخدمات الرعاية الأولية والثانوية، وهذا يعتبر vital، يعني كلش أمر حيوي in order to achieve the best cardiac rehabilitation outcome، لأجل تحقيق أفضل النتائج في إعادة التأهيل.